أهلا بكم مشاهدينا من جديد على وقع كلمات الشاعر الفلسطيني سميح القاسم. اجتمع العشرات من الشعراء والأدباء وأصدقاء الراحل في الأمسية الخاصة التي أقيمت في قرية الرام الجليلية في الداخل الفلسطيني إحياء للذكرى السنوية الخامسة لرحيل الشاعر القاسم. نتابع. أما الجسد فيخبو وتبتلعه الأرض، وأما الإرث والروح فيبقيان. هنا في قرية الرام بالجليل الأعلى يخلد رفاق الدرب وأحباء كلمات الشاعر الفلسطيني سميح القاسم ذكرى رحيله الخامسة، قصص يبتسم على أثرها الحاضرون فتتعانق الابتسامة مع الاشتياق. افتقدت يوم زفافي لأنه كان أمنيته في الأشهر الأخيرة أن يشاهدني في يوم زفافي ويكون معي. أمسية شاعرية تتلاءم بتفاصيلها مع من ترثيها، يعاد فيها أروع ما قدمه القاسم من قصائد وطنية للمقاومة والأرض وشجرة الزيتون والمرأة الفلسطينية، كلمات خطها أبو وطن وقف لها الحاضرون احتراما. سميح القاسم جزء من تاريخنا الثقافي والوطني، سطر صفحات مجيدة قولا وممارسة، وأعطى لشعبه كل المحبة والدفء، وشعره تحول إلى أغاني وأناشيد. علامة في تاريخ الشعر الفلسطيني فقدها العالم العربي، يقول الأحباء، زمن يحتاج أبياته المناضلة لحث الشعوب العربية التائهة في تفاصيل أحزان أزمات تعصف بأصقاع الأوطان العربية. سميح كان نوع من المحرك، محرك للوعي الفلسطيني، الوعي الثوري، الوعي القومي. يعني نجد اليوم الوعي القومي على مستوى العالم العربي نفتقده، نجد اليوم القطري المصري السوري، حتى السوري تقسم إلى طوائف، ونجد أن هذا النفس الوطني القومي عمليا يضمحل ويطفو على الوجه الانتماء الديني أو الطائفي. الشاعر الكبير على ما يقوله محبوه لم يتعالى فوق التفاصيل الصغيرة، مبدع وصديق ووالد تدمع لفقدانه العيون في هذه القاعة. الرامة الأبية تفتقدك. فمشتوى العربي، قرية الرامة، الجليل الأعلى. ينضم إلينا مشاهدين عبر سكايب من حيفا الدكتور نبيه القاسم الكاتب والناقد. أهلا بك دكتور نبيه في شبابيك والتلفزيون العربي، سعيد بوجودك معنا. يعني احتفاء بمرور 5 سنوات على رحيل الشاعر الكبير سميح القاسم، لو ممكن أن نعرف المشاهدين أكثر، ما الذي مثله الشاعر الراحل بشعري وبأعمالي؟ ما مثله سميح القاسم بشعره، بحياته، بنضاله، بكل مراحل عمره، هي عمليا مسيرة شعبنا الفلسطيني في داخل 48. ولهذا فنجد في مسيرته، في شعره، في أعماله، نجد كل النضالات التي خاضتها الجماهير العربية منذ عام النكبة 48 وحتى آخر يوم من حياته. ولهذا فسميح ارتبط في حياته، في إبداعه، بجماهيره، بأهله، بأرضه، بترابه، وهذا ما برز في شعره وفي نثره وفي مختلف النشاطات التي قام بها. طيب دكتور نبيه، يعني يمكن كما ذكرنا في التقرير وكما هو معروف أنه أشعار الراحل يعني أخذت صدى واسع، أغاني ترجمت منها، العديد منها تم كأعمال. ما الذي جعل من لو قلنا من سميح القاسم الراحل ومن أعماله تأخذ هذا المجد لو صح التعبير؟ هذا من منطلق الوعي المبكر الثوري القومي النضالي الانتمائي الأيديولوجي الذي تبناه سميح القاسم، والذي أصبح جزءا من وجوده، من كيانه. هذا لاقى الصدى ولاقى القبول من الجماهير، وهذا ما أعطى لسميح هذه المكانة بين جمهوره، ليس فقط في داخل فلسطين وإنما على مستوى العالم العربي كله.
ومن هنا كان هذا التلاحم ما بين المبدع وما بين الجمهور، والذي تمثل في الكثير من المواقف من القصائد. فسميح نجده مثلا بلمحة ذكية التقطها من طلاب مدرسة المأمونية، المدرسة الراشدية في القدس، يوم مظاهرة كانت عالمية حول أسوار القدس، عندما هاجم الجيش الاحتلال المسيرة وقام طلاب الفلسطينيين طلاب المأمونية والراشدية برشق الجنود بالحجارة، وهم يتحدون الجنود ويقول لهم يقولون لهم بالعبرية كديمة كديمة يا أولاد الكلب. فسميح التقط هذا المشهد، ورأسا كانت قصيدته قصيدة الانتفاضة تقدموا تقدموا، تقدموا. نعم. التي طيب. أصبحت نشيد الانتفاضة. صحيح دكتور نبيه، ذكرت موضوع المكانة الشعرية للراحل وهذا الدور الأدبي، وأيضا كان يعني في التقرير الذي عرضناه ذكرت بأنه كان محرك للوعي القومي. صحيح. لو ممكن أن تحدثنا عن هذه المكانة، عن هذا الدور الأدبي. مثلا كثير من الظواهر السلبية التي ظهرت في عالمنا العربي، ليس في مجتمعنا العربي الداخلي، كانت تدعو إلى نوع من الانقسام. منذ انتهاء الانتداب البريطاني والفرنسي على العالم العربي وتقسيم العالم العربي إلى دويلات وإلى مشيخات، فكان سميح من البداية ضد هذا التقسيم، ودائما يهاجم هذه الاتفاقية سايس بيكو، ويؤمن بحتمية توحيد العالم العربي وانتصار القومية العربية وعودة الدولة العربية الموحدة. هذا الوعي الذي تمسك به سميح رغم الانتكاسات التي شاهدناها في العالم العربي ككل، إلا أنه ظل يؤمن بهذا الوعي حتى النهاية. وهذا ليس فقط آمن به، وإنما حاول أن يبثه، إذا كان في شعره، إذا كان في كتاباته، إذا كان في الاجتماعات التي كان يحضرها ويلقي الخطابات فيها. هذا كله أعطاه هذه الميزة. حتى في السنوات الأخيرة عندما انهار الحلم العربي وانهار ما نسميه القومية العربية، ظل سميح يؤمن بالقومية العربية، بالوحدة العربية، بالوطن العربي الواحد، وعمليا ظل يكرس حياته من أجل هذا الهدف. ولذلك كان له حضور مميز على مختلف الصعد، يمكن منها السياسية، الأدبية، الاجتماعية. صحيح. دكتور نبيه، أريد أن أستغل وجودك معنا، أريد أن لو تحدثنا أكثر عن سميح القاسم الشاعر الإنسان، وأيضا هذا الحضور، وهو كما لقب بالشاعر الشمولي. صحيح. سميح منذ نشأته في البيئة التي عاش فيها، في الرامة، في الأسرة، في العائلة، عمليا منذ البداية اتخذ لنفسه أو جبل سميح على موقف إنساني عام. لم يتميز سميح بابن فلان أو من عائلة فلان أو من طائفة فلان أو من دين فلان، وإنما منذ صغره عمليا تكونت هذه الروح الإنسانية التي ميزته كثيرا عن الكثيرين غيره. هذا برز أيضا في علاقاته الإنسانية، علاقاته الاجتماعية. فتجد سميح يتميز عن غيره بأنه على استعداد أن يجالس أي إنسان، أن يستمع إلى كل إنسان حتى لو كان يخالفه في الموقف، ولكن كان يرى أن من واجب الواحد أن يحترم الآخر، أن لا يبتعد عن الآخر، أن يحاول يقنعه، أن يحاول يقربه. وهذا يذكرنا بماجد شرار، أبو شرار، الذي أيضا تميز بهذه الروح الإنسانية. طيب بما ان دكتور نبيه نتحدث عن موضوع الحضور المميز وهذا الروح الانسانيه وهذا النفس القومي القوي، اريد ان اسالك، وهو الملقب بسيد الابجديه كما طبعا اطلق عليه، الاعمال التي تحدث عنها لم يحدها الوطن والشعب فقط. صحيح. صحيح. ملك الابجديه سميح عمليا من كتاباته الاولى قال قصيدته التي ينهيها بقول إنني قربان كلمة، وفي نص آخر كان إنني قربان أمة، وثم إنني قربان كلمة. ولهذا فمن البداية وجد نفسه أنه هو صاحب الكلمة التي يجب أن تسود، الكلمة الواعية، الكلمة الصحيحة التي تنبه الجماهير إلى ما هو خير. ولهذا سميح كان يرى في اللغة الشيء هو الموصل، هي الأداة الموصلة، ولكنها أيضا هي الأداة الوسيلة
التي على ليس أن تستعبد الشاعر، اللغة كان يرفض أن تستعبده، وإنما كان يجد يرى أن على الشاعر على المبدع أن يعرف كيف يتلائم مع اللغة، كيف يتلاعب باللغة، كيف يجير اللغة له وللموضوع للفكرة. نعم. ومن هنا كان سميح في قصائده عملية يتلاعب باللغة، بالفعل العربي، بالحرف العربي، بالكلمة، بالعبارة، وكان ترتيب الأفعال، ترتيب العبارة، ترتيب الجملة، وهذا تميز في مغلب في أغلب أشعاره. ولذلك صحيح هو تطرق أيضا دكتور نبيه إلى موضوعات كالعمال، الفقراء، المظلومين، صحيح، والوطنيين وغيرهم. على كل كما ذكرت أيضا دكتور نبيه، كم نحن بحاجة إلى هذا النفس القومي الوطني الآن. شكرا جزيلا لك دكتور. طبعا دكتور نبيه القاسم الكاتب والناقد، كنت معنا من حيفا عبر السكايب.